أترك لحضرتك المجال لاستقبال هذا الاتصال وأنه يحكي لنا ويناقش حضرتك في كل تفاصيل هذه الذكريات الجميلة وهذه الصورة. أرحب في البداية بضيفنا الكريم على الهاتف الدكتور طه الطوخي، مدرب النادي الأهلي السابق والشاهد على فترة من الفترات الغنية جدا في تاريخ الرياضة وكرة القدم المصرية. مساء الخير يا دكتور طه، وأهلا بحضرتك. أهلا أستاذ محمد، مساء النور. وأنا سعيد جدا بهذا الاتصال الحقيقة، يعني وسيادتك معاك نجم من نجوم الصحافة المصرية والإعلامية الأستاذ إبراهيم حجازي، وبالتوفيق دائما يا رب. بنسعد بحضرتك وسعداء وبنشرف بمشاركة حضرتك معانا. أستاذ إبراهيم سمعك، وهترك المجال لأستاذ إبراهيم عشان حضرتك يعني تتبادل معاه وتتجاذب أطراف الحوار وتحكي لنا كل التفاصيل الجميلة الخاصة بهذه الذكريات وهذه الصورة. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. دكتور طه، مساء الخير الأول. مساء النور أستاذ إبراهيم، أهلا. أنت فين يا دكتور بقى الأول؟ أنا مثلا بقالي 300 سنة ما شفتكش، أنت فين؟ عايز أعرف يعني أنت فين؟ أنا عايز أعرف ضارب غطس فين؟ أنا في البيت على طول. إزاي صحتك الأول؟ إزاي صحتك الأول؟ الحمد لله أحسن والله، الحمد لله. دايما دكتور طه طوخي، بس عايز أقول للأجيال الكتير من لا تعرف إن دايما في الحاجات في ناس معادن كده، من يعني انا شهاده كنت يعني عايز اقولها، الاصاله والصدق والامانه والاخلاق وكل شيء، يعني صعب ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل ده، انما الدكتور طه الطوخي من واحد من اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله كل هذه الصفات الجميله الحقيقه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، ما هو ده اللي كنا بنتكلم يا دكتور طه، ازاي ان احنا مش قادرين لغايه دلوقتي ان كل الرموز بتاعتنا. حضرتك تقصد ان صعب ان كل الصفات الجميله دي تتجمع في شخص واحد؟ ما انا بتكلم ان ربنا بيدي ده، مش هي صعبه في العادي، انما مش هيصعب على ربنا، يعني ما فيش حاجه صعبه. انما اللي انا عايز اقوله ان انا ما ينفعش، انا ليه لما بستعرض بقول الكلام ده، لما يبقى دكتور طه الطوخي مولود لا في كره القدم، في مجال كره القدم وفي عالم التدريب عندنا اسماء كتيره جدا. الاسماء دي كلها ليه؟ احنا بنستحضر ده ليه؟ انت احنا عندنا التاريخ ده، احنا مصر عندها ده، ومصر عملت ده، ومصر قدمت على مدى تاريخها وهتقدم ان شاء الله لغايه يوم الدين حاجات عمالقه. احنا ليه بنسيب الحاجات دي تضيع تروح مننا؟ انا بس ولو يعني نوع من التذكره البسيطه القليله للاجيال الجديده، ان دول اللي فاهمين ان المساله باديه من اللي احنا فيه. لا، اللي احنا فيه ده وراه ناس كتيره جدا. الدكتور طه طبعا احنا يعني قدمها لنا مشكورا صوره، وعايز اقف هنا عند الصوره دي. البطل اللي هنتكلم عليه ونجمها رحمه الله عليه بقى براسكوس. براسكوس ده يوناني، اتولد في مصر واخد الجنسيه المصريه ولعب في بورفؤاد وبعدين لعب في اولمبيا القناه وبقى حارس منتخب مرمى مصر. الراجل براسكوس بعد ما اعتزل الكوره رفض ان يعمل في بلده في اي حاجه في الكوره خالص وابتعد الكلام ده كله. انا لو انا النهارده لما اجي اروح اتحاد الكوره اقول له طب اديني بقى عايز اخد شويه معلومات عن براسكوس، للاسف وحصل ده، حد راح من زملائنا ما لقاش ولا كلمه عن اي حاجه، ما لقاش كلمه. وقريب ان شاء الله هنقدم ده. قدامنا فرصه كبيره ان احنا ياخدنا للزمن ده والجميل ده الدكتور طه الطوخي في الصوره اللي هنشوفها مع حضراتكم، اللي كان فيها براسكوس وفيها الدكتور طه وفيها عادل هيكل وفيها مجموعه. يا دكتور لو فاكر بقى تقدر تقول لنا مين بقى اللي هنا في الصوره دي كده ومنين وازاي؟ وطبعا من اليمين الكابتن الكبير رحمه الله عليه الكابتن نوري الدالي. كان كابتن طبعا نادي الزمالك وكابتن منتخب مصر ورئيس نادي الزمالك وقت، يعني اخلاقيا وفنيا ومهما اتكلمت مش هقدر يعني ازيد عن كده، يعني من افضل طبعا الشخصيات في تاريخ الرياضه وكره القدم ونادي الزمالك طبعا كابتن. ويمينه بقى كابتن عادل هيكل. ها، بعديه على طول الكابتن عادل هيكل رحمه الله عليه، الاستاذ عبد الفضيل طه. رحمه الله عليه. عليه بس نقف. الاستاذ عبد الفضيل طه ده كان يعني الناقد الرياضي العظيم، هو قبل ما يكون ناقد رياضي كان انا شايفه من الاساتذه المثقفين جدا وفي الادب، الاستاذ عبد الفضيل طه ده، وده انا شايفه انه ترك طريق الادب ودخل في الرياضه، انما كان شيء عظيم جدا في ريت تلمسه. خلوا الصوره يا برناوي النبي، معلش. ايوه، وبعدين ومين بقى اللي بعديه؟ بعد الاستاذ عبد الفضيل الاستاذ ناصف سليم. رحمه الله عليه. من اكبر من كبار النقاد الرياضيين، وكان رئيس قسم الرياضي في المسا ورئيس اتحاد كره الطايره لفتره طويله جدا. بالظبط كده. وبعدين النجم الكبير برضه رحمه الله عليه كابتن نبيل نصير. كابتن من اللعيبه اللي كانوا ممتازين جدا جدا، مهاجم ممتاز
ولعب يعني اشترك في دوريتين اولمبيتين 60 في روما و64 في طوكيو. نعم. وبعدين بقى مستر يعني زي ما حضرتك قلت بقى المقرر في الوقت ده الكابتن براسكوس زي ما حضرتك قلت يعني حارس مرمى هو طلب الجنسيه المصريه وفعلا حصل عليها كحارس مرمى طبعا. نعم. وبالمناسبه يعني كان في شخص مش ممكن اقولها يعني ما كانش معانا يعني ما حضرش الصوره يعني انما هو حضر معانا في هذا الاحتفال اللي هو الكابتن براسكوس حارس مرمى العظيم جدا جدا سواء للنادي الاهلي او منتخب مصر الكابتن عبد الجليل. عبد الجليل راضي ايوه حتى برضه طه اسماعيل لما اجي عندي يعني طه اسماعيل قال قفشه كده صغيره للكابتن عادل هيكل قال له انت النهارده بقى احتياطي للكابتن عبد الجليل والكابتن براسكوس. طبعا قال له ده انا كنت بقف ورا الجول والم الكره عشان اتعلم منها. يعني معلش دي بسرعه كده يعني. وبعدين بقى كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك وكابتن المنتخب العسكري وكل المنتخبات الكابتن حنفي بسطان. رحمه الله عليه. ايوه وبعدين الدكتور طه اسماعيل. وبعدين طه الطوخي. وبعدين الكابتن زكي عثمان. الكابتن زكي اللي كان على يمينك كده بس بيطلع في حرف الصوره هنا مش باينه هنا. ايوه هي الصوره بس يعني يعني هي صوره اوضح شويه بس عشان عريضه شويه. وهو الكابتن زكي. وكان ده تكريم للكابتن براسكوس على يعني هو طبعا عادل هيكل عمل له تكريم في النادي الاهلي والكابتن زكي عثمان عمل له تكريم على حمام السباحه في نادي الزمالك في الوقت ده. كانت المناسبه تكريمه كان هو في زياره لمصر وتكريم براسكوس كان في مصر هنا مش تمام هو طبعا كان صديق للكابتن عادل هيكل والكابتن عادل دعاه فعلا يعني هو عنده بنت وبنته يعني بيجوا مصر باستمرار وبيحبوا المصري جه فعادل الله يرحمه يعني عمل له تكريم في النادي الاهلي وبعد كده الكابتن زكي عثمان عمل تكريم ودعانا بقى وكانت مجموعه الحقيقه وحضرتك عارف الذكريات الجميله مع هذه الاشخاص او الشخصيات المحترمه فنيا واخلاقيا وانا بكررها معلش يعني فنيا واخلاقيا الحمد لله. بمناسبه الكابتن زكي عثمان فاكر يا دكتور طه لما كابتن زكي قرر انه يرفع مرتبه وانه يبقى 400 جنيه وكان حدث قلب مصر كلها ازاي يبقى في حد ده فاحكي لي كده في الفتره دي فاكر الحكايه ديت؟ طبعا انا كان يعني المدربين اللي في الوقت ده طبعا على سبيل المثال يعني الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش الله يرحمه كان مدرب النادي الاهلي كابتن صالح الكابتن الشيوي كان مدرب نادي ترسانه عم الشيوي عم الشيوي وبعدين الكابتن كمال الصباري الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري يعني دول على سبيل المثال يعني فكان احسن مرتب يعني ما يزيدش عن 20 جنيه 20 جنيه بالظبط يعني استاذ عبد الصالح الوحشي في النادي الاهلي والحاجات اللي عملها دي يعني كان مرتب طبعا يعني انا بقول على سبيل المثال معلش مش هقول بقى المرتبات فكابتن زكي طلب المبلغ دوت وتمت الموافقه عليه ويمكن فعلا اسعار يعني او مرتبات المدربين سواء داخل مصر او خارج مصر كانت فعلا في الوقت ده محترمه جدا. هل اتغيرت بعد طلب الكابتن زكي يا دكتور طه؟ هل خريطه المرتبات وارقامها اتغيرت بعد القرار ده؟ فعلا اتغيرت وبقت مرتبات طبعا في الوقت ده يعني انا بتكلم على الوقت اللي هو بتاع الكابتن زكي عثمان كلها مليات يعني مفيش الوفات خالص يعني اكيد يعني كلمه 1000 دي ما كناش نسمع عليها يعني وانا طبعا كنت في الوقت ده مدرب في النادي الاهلي وممكن اقول برضه انا لما اختارني الاستاذ محمد عبد الصالح الوحشي في سني الصغيره كنت سني صغير في بدايه العشرينيات يعني عشان ابقى مدرب في النادي الاهلي قعدت شهرين وبعدين بيقول لي يا طه انت رحت للاستاذ حلمي الاستاذ حلمي ده كان المسؤول عن النواحي الماليه في النادي يعني الواحد بس كان شخص لوحده ما فيش كمبيوتر طبعا ولا ما شاء الله ولا اداره ماليه ضخمه في الوقت ده يعني نعم طبعا قلت له لا والله استاذ محمد انا فرحان ان انا مدرب في النادي الاهلي ما كنتش باصص ان انا هاخد فلوس ولا حاجه فقال لي لا ده في بدل انتقال 6 جنيه اوبا
هذه قصه طويله وعاوزه وقت ثاني ان شاء الله. كمان يا دكتور طه قبل ما اذا كان استاذ ابراهيم حابب يوجه لحضرتك اي اسئله ثانيه او يختتم الحوار معاك سؤال اخير، انه الكابتن عادل هيكل والكابتن باراسكوس كان ايه تفسيرك لسر العلاقه القويه جدا بينهم والصداقه الوثيقه جدا رغم المنافسه بينهم كحارس اساسي وحارس بديل له في اغلب الاوقات والمنافسه بينهم على حراسه المرمى؟ هي طبعا المنافسه الشريفه دي منافسه شريفه كانت حقيقه يعني. وكان الكابتن عادل هيكل يعني فعلا سافر يعني كحارس مرمى احتياطي للكابتن براسكوس يعني. وتوطدت العلاقه بالرغم ان هم ما لعبوش في نادي واحد طبعا يعني زي ما حضرتك تفضلت قلت ان الكابتن براسكوس كان في نادي اولمبي القناه اللي هو القناه بعد كده يعني وبعد كده زي ما قلت يعني انه لعب منتخب مصر وكان معجب بيه جدا يعني كان يعني يعتبر هو والكابتن عبد الجليل مثله الاعلى يعني بيتمثل بيهم وبيحاول يقلدهم وشجعوه فتوطدت العلاقه او الصداقه بينهم بحيث ان عادل لما كان بيروح اليونان كان بيستضيفه مستر او الكابتن براسكوس وايضا الكابتن عادل هيكل لاخر لحظه يعني قبل وفاته بمده الحقيقه كان بيتصل بيا باستمرار كزميل ايضا احنا كنا زملاء في المدرسه السعديه وبعدين بقيت مدربه في النادي الاهلي يعني معروف برضه دي الكابتن عادل يعني فدايما كان يكلمني ويقول لي يا طه انا يعني براسكوس جاي ان شاء الله بعد يومين ولازم تيجي عندي في البيت لانه لازم تقعد معاه وبتاع فدي العلاقه اللي هي الصداقه فعلا كانت يعني وطيده فعلا يعني والحمد لله وده اللي كان بين شوف حضرتك في الصوره اللاعبين او يعني الكبار يعني الانديه الزمالك والاهلي وكان دي علاقتنا بيهم علاقه صداقه وما زالت الحمد لله للان يعني احنا لينا اصدقاء يعني الكابتن احمد مصطفى كابتن ابو رجيله كابتن حسنين يعني كان باستمرار بنتصل بالتليفون وبنتقابل باستمرار الحمد لله. كابتن طه انا سعيد جدا ان انا سمعت صوتك وربما اكون مقصر واعذرني يعني ان كنت مقصر في ان انا ما بتصلش بيك انما ان شاء الله هنبقى على اتصال ربنا يديك الصحه والعافيه وفي كل الاحوال عايز اقول انت انسان جميل. شكرا يا كابتن طه. شكرا جزيلا للدكتور طه الطوخي مدرب النادي الاهلي السابق وواحد من النجوم طبعا اللي فكرونا بهذا المشهد وهذه الفتره الجميله من فترات كره القدم والرياضه المصريه.